أيام قليلة تفصل العراقيين عن رابع انتخابات برلمانية ضمن العملية السياسية التي أفرزها الاحتلال. انتخابات بات التدخل الخارجي فيها مؤثرا في حسمها، ربما أكثر مما تؤثر أصوات الناخبين. فإيران التي يراها كثيرون ممسكة بمعظم أوراق اللعبة السياسية في العراق، يبدو أنها لا ترغب في تولي العباد رئاسة الوزراء لولاية ثانية. في حين تدعم التقارب بين تحالف ائتلاف دوله القانون الذي يتزعمه نور المالكي وتحالف الفتح الممثل لميليشيا الحشد والذي يتزعمه هاد العامري المقرب من طهران. وبحسب مراقبين فان فرص العباد في البقاء على مقعد السلطه بات اكثر ضعفا من ذي قبل بسبب غياب الدعم الايراني. وكذا بسبب فقده جانبا من الدعم الداخلي بعد تاخر صرف رواتب ميليشيات الحشد، وهو الامر الذي بدا لعبادي متوجسا منه، فاثر الهجوم على قيادات الحشد متهما اياهم بالفساد والاستيلاء على اموال المقاتلين، بل بلغ به الامر الى الكشف عن تلقيه تهديدات من بعض هذه القيادات الميليشياويه. غير أن بعض مؤيدي العبادي يعولون على أصوات الناخبين في المحافظات التي شهدت معارك ضد تنظيم الدولة كالأنبار وصلاح الدين ونينوى تعويل يرد عليه بعض المحللين بالقول إن الدمار الكبير في تلك المحافظات والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية هناك كفيل بإسقاط حكومة العبادي ناهيك عن أن كثيرا من أهالي تلك المحافظات لا يزالون يعيشون في مخيمات النزوح بعيدا عن بيوتهم وغير بعيد عن تفاعلات المشهد السياسي خرجت المرجعية في النجف بتصريحات غامضة تدور حول ضرورة تفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين تصريحات فسرها البعض برفض عولة المالك إلى الحكم بينما قرأها آخرون في إطار لعب المرجعية بورقة الدعم بين المتنافسين على رئاسة الوزراء لتظهر في صورة الراعي الأكبر للجميع